السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلبة الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم. النهاردة هنكمل مع بعض حل بعض المودلز اللي هي متوقع إن شاء الله الامتحان مش هيخرج منها. معانا النهاردة موديل نمبر 4. نمبر 1: We should be proud of our great space like أحمد زوايل. معنى الجملة: إحنا ينبغي أن نكون فخورين بإيه كده العظام مثل الدكتور أحمد زويل. عندنا اللي choices: doctors, writers, actors, scientists. طبعا الانسر هي letter D: scientists، علماءنا العظام. number 2: the space help us to breathe. ال A بتساعدنا أن نتنفس. breathe the verb بيتنطق long E. طب لو شلنا ال E اللي في الآخر هيبقى breath، النفس نفسه، تبقى noun. طيب ايه بقى اللي بيساعدنا نتنفس في التشويسز دي؟ lungs، heart، liver، brain. brain المخ، liver الكبد، heart القلب، lungs الرئتين. سما سبيس a nice dress last week. سما ارتدت فستان جميل الاسبوع الماضي. الكيورد بتاعتي هي كلمة last، معناها ان انا هختار الفيرب في الباست سيمبل. التشويسز اللي عندي أول واحدة في الباست سيمبل were، هي دي الإجابة. letter B were the infinitive أو present simple لما يكون الفاعل I, we, you, they. letter C wearing فيها ing طبعا ما ينفعش إلا إذا كان أنا عندي هنا verb to be قبليها، وكمان أصلا الجملة زي ما قلنا في الباست سيمبل. letter D مفروض يكون فيها S في الآخر، wears، وتبقى للمفرد. number 4: is today space than yesterday؟ يعني هل النهاردة اكثر حر من امبارح او اشد حر من امبارح؟ واضح ان انا هنا بعمل comparison between two objects، ما بين شيئين. عرفت منين؟ عرفت من كلمة than. طب انا عندي ال adjective هنا hot، دي one syllable adjective، يعني صفة ذات مقطع واحد. لما اكون بعمل comparison بصفة ذات مقطع واحد بضيف ER في آخر الصفة. طب لما يكون الحرف قبل الأخير vowel، يعني حرف من الحروف المتحركة اللي هم A, E, I, O, U، بعمل double للحرف الأخير then add ER، وضيف ال ER. الانسر عندي هتبقى letter B: hotter than yesterday. number 5: my uncle space get up early every day. الجملة بتقول ان عمي بيضطر ان هو يستيقظ مبكرا كل يوم، او يجب عليه ان هو يستيقظ مبكرا كل يوم. عندي هنا keyword كلمة every يعني كل، دي keyword لل present simple، حاجة بتعبر عن repeated action، فعل متكرر الحدوث. يبقى هختار الverb في ال present simple. has got مش هتنفع، has got يعني عنده او يمتلك. have to و has to هما اللي هختار ما بينهم عشان هما دول ال present. my uncle ده مفرد يبقى has to. number 6: the pharaohs were the first to write on space. يعني الفراعنة كانوا أول من كتب على ال choices اللي عندي: papyrus اللي هو ورق البردي، clay الفخار، metal المعدن، figure يعني رقم. طبعا ال answer هي letter A: papyrus. model 5 number 1: I don't have coffee before breakfast. before is the opposite of back, after, next, last. أنا مش بتناول قهوة قبل الفطار. قبل هنا عكس إيه؟ عكس after طبعا، بعد. number 2: every bathroom should have a space to wash in it. يعني كل حمام ينبغي إنه يكون فيه إيه علشان نغتسل فيه: basin، الحوض، كاربت سجادة، بنسل قلم رصاص، الرابر الاستيكة او المطاط عموما يعني. طبعا الانسر هتبقى letter A: basin، حوض. number 3: while I space about the museum my mother bought me some juice. اللي choices كلها الverb read بس في different tenses. انا هنا بحدد التنس بتاعي من خلال كلمة while، بيجي بعديها past continuous زي ما شرحنا في المودلز اللي فاتت. while is followed by past continuous، حدث كان مستمر في الحدوث in the past،
وفي shorter action قطعوا. ال shorter action قلنا بيكون في ال past simple، يبقى ال form بتاعت ال past continuous ايه؟ was or were plus verb plus ing. انا عندي I يبقى هيجي معاها was، يبقى ال answer letter C. number 4 cars became faster space before. دي comparison between two objects، ال cars دلوقتي وال cars قبل كده، فعندي adjective plus er faster يبقى هحط بعديها than. يبقى انا لما الاقي كلمة than ادور على ال adjective اللي فيها er. number 5 هالة space a nice bag last week. عندي keyword كلمة last ادور على ال past form، الصيغة اللي هي في الماضي، buy bought was buying buys. طبعا هحط بوت، محدش يتلخبط ويحط بايز عشان الاس وهالة مفرد فناخد الفرب اللي فيه اس، لا انا عندي هنا في تايم جايد، في حاجة بتقولي ان احنا هنا في الباست سيمبل، يبقى انا لازم اختار الفورم اللي هي بتاعت الباست. نمبر 6 a space is a piece of jewelry you wear around your neck. ايه اللي هي عبارة عن قطعة من المجوهرات بنرتديها حول الرقبة؟ vase يعني فازة، ring خاتم، mask القناع، نيكلس العقد. الانسر هي letter D. model 6 number 1 dialogue between A and B. A بيقول do you know what I space the question، فبي قال له I'm sorry I don't understand. ال choices اللي عندي agree يعني يوافق، mine يعني حاجة ملكي، ده possessive pronoun ضمير ملكية، main يعني رئيسي، مين يعني يقصد أو يعني. فهو بيقول له هل أنت تعرف ما أعنيه؟ قال له أنا آسف أنا مش فاهم. Do you know what I mean؟ فقال له I'm sorry I don't understand. Number 2 Luxor is space in the south of Egypt. الأقصر إيه كده في جنوب مصر. اللي choices اللي عندي built اتبنت، located تقع، damaged اتدمرت أو اتحطمت، stayed الباست بتاع stay طبعا مش هتنفع هنا، الانسر هي letter B located بتقع في جنوب مصر. number 3 children always space a lot of water. الاطفال دايما ايه كده الكثير من الماء. طبعا عندي always هو ده التايم جايد بتاعي، دي keyword للpresent simple، يبقى هختار الverb في present simple، يا اما drink يا اما drinks. هرجع ابص على السبجكت هلاقي children يبقى drink عشان ده plural. number 4 do you space sad. هل انت بتشعر بالحزن؟ ده question بيبدأ بدو، لما تظهر عندي دو في السؤال الverb بيجي معاها في الانفينيتيف، يبقى هختار letter A اللي هي feel عشان دي الوحيدة اللي هي في الانفينيتيف. felt past، feels present simple، felt ممكن نعتبرها past participle على اساس هما feel felt felt، يبقى الصح هي feel عشان في الانفينيتيف. number 5 from Cairo to Alexandria is space than منصورة. يعني المسافة من اسكندرية للقاهرة تكون ايه من المنصورة؟ طبعا هو عايز يقول ان هي ابعد. انهي form في دول هي اللي هختارها؟ further اللي هي letter A تعتبر irregular adjective، الadjective نفسها far في المقارنة لما باجي اضيف ال er far مش هينفع تبقى farer، هتبقى further زي ما احنا شايفينها كده، او farther f a r t h e r irregular بمعنى ان هي شكلها بيتغير مش مجرد ان احنا بنضيف ال er بس. number 6 pots and bowls are made of space in ancient Egyptian time. الاواني والسلطانيات مصنوعة من ايه في زمن المصريين القدماء؟ glass الزجاج، metal المعدن، clay الفخار، wood الخشب. طبعا الانسر هي letter C الفخار. بكده نكون خلصنا 3 models. بتمنى لكم كل التوفيق، ان شاء الله الامتحان مش هيخرج عن الحاجات اللي احنا شرحناها دي امبارح والنهاردة. ارجو ان اللي ما شافش الفيديو بتاع امبارح يشوفه، في افكار تانية برضو غير اللي عدت علينا النهاردة. ولو في اي سؤال انا برحب دايما باسئلتكم في التعليقات. شكرا لكم، مع السلامة.